حضرتك تقول ايه اللي بينقضوا مواد التحصين في الدستور للفريق اول عبد الفتاح السيسي او لرئيس الجمهوريه؟ مواد انتقاليه يا جماعه، الجيش ليه وضعيه خاصه، خاصه بعد الثوره، بعد ان حمى الثوره والجيش كان نزيها محايدا لم ينحاز الى احد وانما ينحاز الى الشعب، والان يعني هنا نحن في احتياج في هذه الفتره القادمه سواء 4 سنين او فترتين الى الجيش، خشيه من ياتي رئيس يطيح بالجيش، ونحن في حاجه للجيش. الشعب المصري لازم ان يسدي جميلا الى جيشه العظيم ويقرر حصانه معينه لمده الفتره الانتقاليه.